تشدني علي المام جبينك ما راح ينحني تعالى رايات الله الله زي الساحات الله الله شامنا يا حكاية حب وياسمين شامنا بحناية رب العالمين عجبك اللي صار من تحت راسك ورسانك اللي بده قصه رمي للكلاب؟ ليش أنا شو دخلني بالخناقة اللي صارت بالحارة شهيرة خانو؟ لو ما حضرتك قلتي لأبو عامر عن إلهام أخته لأبو محمود ما كان حدا دري بالحارة وضلت الشغلة مستورة. طيب أنا شو عرفني إنه ابن عمي رح يفضح المستور؟ اللي مجنني ليش أبو عامر يحكي لأهل الحارة؟ مو من عوايده يحكي بقصص النسوان؟ لا يا شهيرة خانم لا تظلمي لابن عمي لأنه أكيد في شيء نحن ما بنعرفه. هلأ بيجي ابن عمي ومنفهم منه شو صار. الله يصلحك يا أبو عامر، روحته على الكركون هي اللي فتحت كل شيء. الله يصلحه ويهدي باله. طولي بالك تقبريني، هذا نصيبك ولازم ترضي فيه. قولي هيك مكتوب علي يا صفية، شنو من يوم ما وعيت على الدنيا وأنا بعرف حالي عايشة هون معه. يو عايشة معه هون؟ ايه معه هون. أنا فكرته جدي وكنت ناديله يا جدي وملاقي حالي صرت وحدة من نسوانه. والله ما عم بتفوت براسي ولا عم بقدر صدق اللي صار معي يا صفية. هدول الناس ما بيخافوا الله، الله يخلصك منه على أهون سبب. ومين قال لك رح ضل مرته؟ يو شلون يعني؟
بعد كم يوم ولا كم شهر رح يرميني مثل ما رمى غيري ويتجوز وحده جديده من البنات يا صفية. الله يقتله يا حق. الله يقتله هو وابنه ابو الرجاء. ليش ابو الرجاء ابنه؟ لا مو ابنه، بس هو بيناديله يابي شنو مثل منه واحد ما بيخاف الله. مساء الخير مظهر بيك. أهلين. شو ما في تفضل؟ خير شو بدك؟ يعني من هون على الباب. يلا يلا تفضل. يلا عمي أبو جميل هلا. يا رب تيسر يا رب. الله يلين قلبك يا مظهر. وشو سبب هالزيارة الميمونة؟ أنا جاي يا مظهر بيك وإلي طلب عندك، بتمنى إنك ما تردني خايب. أيوة شو هالطلب؟ أنا جاي أطلب إيد كريمتكم الأنسي فهمي لابني صبري. فشو بتقول يا بصهر بيك؟ ومن كل عقلك شو عم تقول؟ عم بقول أنا جاي أطلب إيد كريمتكم الله يسلمها أختك لابني صبري. هذا الكلام فيه غلط شيء؟ أنت ما بتغلط عداك العيب، بس الغلط إنه أنا وافق لك على هالطلب. ليش يا بصهر بيك؟ يعني مقامنا مو قد مقامكم ولا جيتي لعندك مو عاجبتك؟ يعني ما ضل فيني عقل لناسبك وجوز اختي، اختي انا لابنك صبري؟ شو بو ابني؟ شو بو؟ شلو بدك يعني جوز اختي لواحد ابوه سبب شنق ابوها؟ انا السبب بشنق ابوها؟ انا؟ انت وكل الكباري بالحاره. لا ما حدا له مصلحه بشنق ابوك. واللي صار مع ابوك من ايده هو ومن عملته مع بيت الفوال احنا مالنا فيها بنوب. هي انت وكل هالكباريه السبب شنق ابي بالساحه قدام العالم كله. وابي ابي اشرب منك ومنهم كلياتهم. انا ما نسيتها، ما نسيت وما راح انسى لحتى موت. فهمت؟ ليش نحن مننسى اللي عمله ابوك؟ طلبك مرفوض وما بشرفني ناسبك. وانا كمان ما بشرفني ناسبك. ايه نلعب من بيتي هيك لك. نلع. ماشي يا مصحر. كل ما قلنا رح تتحلحل عم تتعقد أكثر من الأول. والله ما رح تنحل لحتى نصير كلاتنا بالقبر أو يموت اللي عمل هاي العملة. لا حول ولا قوة. مظهر ليش ما رضي يتجوزني لصبري؟ لك انتي جذبه ولا عم تجذبيها؟ شلون بدك اياه يوافق وابوه كان السبب بموت ابوكي؟ امي مشان الله ما كنتوا تنسوا هالقصص القديمه.
أنا وصبري ما لنا علاقة فيه يا بنوم. يا بنت، أخوكي مظهر أدرى منك بمصلحتك. بس يا أمي، صبري ابن أبو جميل، من زينة شباب الحارة، وكل الحارة بتشهد بأخلاقه وشهامته، وأمه وأبوه من كبارية الحارة كمان. ونحن من شو منشكي؟ لك مشان الله عم تفوري لي دمي أمي لما عم تحكي معي بهالطريقة. قال من شو منشكي؟ قال ما منشكي من شي. ما أنك شايفة الزوار عم يقتلوا حالهم على باب بيتنا؟ اللي فايت فايت واللي طالع طالع. اي والله والله، لو ما منروح لعند الست سعاد وهي بتجي لعنا بالصدفة، لكن تعرفت أنه نحن عايشين بهالحارة. شو قصدك وليه؟ يا مو، أنا الشي الوحيد اللي بدي أفهمه، ليش ما حدا بيفوت لعنا؟ ليش ما حدا من الحارة بيزورنا ولا نحن منزور حدا؟ لو الشي اللي بضحك انه بس تذكروا بيت ابو جميل انه عندكم بنت للجواز واجوا ليخطبوني، اما اخي مظهر قلعون. ايه هاد الحكي ما نوع عدل بالمرة. يا بنتي يا بنتي اهدي شوي، صدقيني بكرة الله بيبعتلك نصيب احسن من هذا اللي اسمه صبري. شبكي لزقانة فيه؟ شو ما عاد فيه بالدنيا كلها غير صبري؟ لا امي، في غيره، بس انتي بس عطيني سبب واحد. ليش ما بدكن يا الله صبري لتفهموني؟ ولعية تلعي قلبك، كم مرة بدي قلك انه ابوه كان السبب بموت ابوكي؟ ليش امي؟ ابي شو كان مساوي؟ فهميه؟ خلصنا بقى، سدي بوزك. اخوكي قال كلمته، قال له لابو جميل ما قالك عنه نصيب، يعني ما قاله عنه نصيب، فهمتي؟ بس امي هاد الحكي ما له عدل، انتو هيك عم تقطعوا بنصيبي، وهاد الحكي حرام، حرام عليكم بقى حرام. لك تضربي انتي وياه، ما كان ناقصنا غير الناس ببيت ابو جميل. شلون بدي فهمها لهالبنت؟ كم مرة بدي قلها انه مستواهن مو من مستوانا؟ ما كان تفهم؟ ايه. عجبك يا افندي؟ عجبك اللي صار من تحت راسك؟ واحد مثل مظهر الزفت يقلعني من بيته؟ قلعك من بيته يا ابن عمي؟ لك ايه قلعني، ورفض يجوز اخته لصبري. قال شو؟ والله نسبنا ما بيشرفه. هو هيك قال يا بي؟ ايه هيك قال. يضحكوا بعبهم انه رضينا نناسبهم؟ ما بكفي انه كل الحاره مقاطعتهم وبدهم يشوفوا حالهم علينا كمان؟ والله شي حلو، هذا اللي ناقص. رح اعرف شغلي مع هاد مظهر، رح اعرف شو نخليه وافي غصبا عنه يا بي. شو قصدك يا بي؟ يا بي انا بدي اياها. ليك بغضب عليك من جوات قلبي اذا بتعمل شي من غير شوري. يا بي هاي البنت انساها، شو ما بقي بنات بالدنيا انساها تقبرني، وانا بجوزك احلم منها بمئة مره. لك ابني بيهون عليك اللي صار فيني لسه بتقلي ما بنساها؟ لك بيهون عليك؟ لا بي لا، ما بيهون علي. ابن عمي، صبري مستحيل يرجع يفكر فيها لانه عنده رضاك بالدنيا. سامحني يا بي، صدقني لو عرفان هيك بده يصير ما كنت قلت لك روح اخطب لي اياها. حصل خير يا بي، حصل خير. ليك المهم تحط عقلك براسك، هاي العيلة يا بي ما بدك اياها. بعدين لك يا بي والله هن اللي خسرانين مو انت. بأمرك انا يا بي، بأمرك. ليكي هذا الولد ما رح يهدى ويكن إلا إذا جوزتي. الله يرضى عليكي أم جميل، دبري له على عروس وجوزي إياها وعشتي. لك أحسن ما الولد يروح من بين إيدينا. وين بده يروح ابن عمي؟ ما قال لك ما عاد بده إياها؟ إيش فكرك؟ صدقته إنه ما بده إياها؟ يعني قولك لسه بده إياها؟ لك إيه، خايف يعمل له شي شغل يسوي دوشنا قدام العالم. يو شو بده يعمل؟ لك خايف يخطفها من بيت أهلها. أنا أتالك يا أبدعاس الكلب،
عملتك زلتني بين الناس وما رح أقدر أرفع راسي لحتى أعرف مين هن أهلي. وانت يا عدلي بدك تعمل مراجل علي؟ بسيطة، تبارك عندي. شو ما عملوا وشو ما حكوا بتضلك زينة رجال الحارة غصبا عن اللي بيقول ايه واللي بيقول لا. بس انا غلطت لك فوزية، والله غلطت. لا ابن عمي انت ما غلطت، ووقت اللي خبرت على حريم بيت ابو محمود انت عملت زينة العدل. تعرف ليش؟ لأنه لو ما أخدوها ما كنا عرفنا شو في بين إلهام وزهرية. قصدك زهرية كانت تعرف شو صاير مع صخر وحرمته؟ أكيد ابن عمي أكيد بتعرف. شي منين بتعرف؟ يا سيدي زهرية كانت رفيقة الروح بالروح لإلهام، وأكيد مقررتها وعرفانة شو صاير بينها وبين خطيبة. إيوة مثل فوزية اللي بعرفه أنا أنه حريم بيت أبو سليم ما بيطلعوا برات بيتهم بالمرة. شلون زهرية عرفت باللي صار؟ مزبوط كلامك ابن عمي، حريم بيت أبو سليم ما كانوا يطلعوا برات البيت، بس إلهام هي اللي كانت رايحة جاية لعندهم. وقت اللي ضيعوها لإلهام يلاقوها ببيت أبو سليم عن زهرية من كتر ما كانوا متعلقين ببعضهم ويحبوا بعضهم. هيك لكان؟ ايه تقبرني هيك. وانت لبقى تضلك آكل همة لأنه ما في غير عمل هالعملة مع زهرية، شنو هي كانت متحمطلة بعد ما نعرفت قصتها قدام الخلايق كلها. ايوه اي والله يا اهلين باحلى ابو ضاي بكل الحاره. يا عمي حامي بس بتعرف شو؟ شو اهل الحاره اخذين على خاطره منك كيف بشد بظهره لصخر. ايوه إيه بس يعني عدم المؤاخذه صخر رفيقي مو من هلا من زمان صح لما لا صح. ايوه اخي يبونا من السيرة فلي سيجارة وعطيها لعدلي خليه زهزه وعبي الطاسة. مليان خير الله كتير اعطيه منها بس على مهلك عدلي ما بيحشيش. شو بلا علينا لك يا حبيبي تركتها من وقت ما فتت على الحمل شبك ليش عم تحكوا الله بقيلكم تركتها. لك معليش بدك ترجع لها ذاتها للحياة يعني مو ظابطة مو ظابطة بدون ما تعبي الطاسة. ولا مو ظابطة معي الله يوفقك كداس مو ظابطة معي. خود عبي راسك بلا حكي فاضي بقى خود يا شباب لا زنوا براسي بيني وبينك هي عالني على بالي بس أنا ما حابب أرجع لها. شو؟ افكع عينك لك افكع عينك. إيه معلم خلاص هيك يعني هلا شعله يا جماعة صرنا واقفين كذا ساعة خبز معجن ورضينا وقفتنا عم رضيعة انه ليش ما عم يفتح ليش؟ والله ما بعرف. طب من بدنا نجيب خبز هلأ عمي ابو حكمي؟ طالع من الخبز اليابس وكل حبيبي سلام عليكم. خبز يابس خبز يابس يلا خبز يابس سلام عليكم. عليكم السلام. شو جايين ورايد قدام وين الخبزات ولا الفرن مسكر مختار؟ أبو محمود مسكر الفرن؟ إيه والله والناس واقفة فوق بعضها. شو ساوي مختار؟ بدنا خبز لبيتك وبيوت الحارة. وين هاك؟ روح لبيت أبو محمود وقل له روح افتح الفرن. لا قل له بيقول لك المختار روح هلأ افتح الفرن. يلا أمرك أمرك مختار بس بركة ما رد علي. لا روح أنت هيك قل له ورجع خبرني روح. يلا صار طير. نعم ما راح أترك الشغلة بنوب بدي ضل ملاحظه المحامي فهمي بكل خطوة عم يمشي فيها. الله يهون. لا مين هون؟ ابن عمي الله يوفقه. مش كان رايح السجن خدمي معك مشان شوفها لكاملة.
بدك تزوريها بالسجن لكاملة؟ ايه يا خانة، والله اشتقت لها. لا قدرتي، ما بدك اياها لهالروحة. يو، وليش بقى ما بدي اياها لهالروحة قدرتي؟ لك شو ليش؟ بس تشوفك بدها تصير تبكي على حالها، وساعتها انت رح تبكي، وهيك رح تعملوا لنا مناحة بالسجن. ايه وشو عليه يعني؟ وايش كان مشتاقت لو بكينا؟ شو صار يعني؟ مثل ما قالت فوزية يا مطيعة، بلادك الروحة. إن شاء الله بتطلع براءة وبترجع بتعيش انت وياها. وامتى رح تطلع من الحبس ابن عمي؟ الله كريم درتي. الله كريم، وراح ينعرف مين اللي عملها. أنا خايفة تطول بالحبس يا ابن عمي. بإذن الله ما راح تطول يا مطيعة. شلون؟ يمكن نعرف مين هو القاتل. ومين القاتل؟ ما في غيرها أختي، إلهام. مين كان على الباب يا مو؟ كنت ماتشين مختار. شو بده منك؟ مختار بده يعني يفتح الفرن. قال شو؟ الناس فوق بعضها وناطرة لحتى تساوي الخبزات لأهل الحارة. أخلك الناس وين ونحن وين؟ لك أكلهم سم الكرات هنن وهيك حارة فضايحية لعراض الناس. قول للناس تروح على الحارة الثانية وتاخذ خبزاتها من الفرن تبعه. لبين ما يهدى باله أبو محمود على أخته. روح. أمرك مختار أمرك. يلا على حالك. لك يا ميت أهلا وسهلا. الله يعلم إنه زارتنا البركة. إلهي بتزور النبي إن شاء الله. صحبتك إن شاء الله. الله يسلمك ويخليك. كيفك عمي صخر؟ الحمد لله. أهلين بمظهر بيك. بالمحلي عمي بالمحلي. شو هالحكي هذا اللي عم يسمعه من العالم؟ أنا حكي مظهر بيك؟ على خطيبتك بنت أبو محمود الفران صارت شو الحبوس؟ لا مظهر بيك، هي ما حبيتها منك بنوب، لهون وبس. لا مانيش يطول بالك، بدك تحبها. بعدين هذا الحكي مو من عندي. كل أهل الحارة عم يحكوا، الكبير والصغير والمقمط بسرير. عجبك؟ عجبك يا مظهر بيك؟ أنا ابني وحيدي صخر ابن أبو صخر يتزوج وحدة خرجة حبوس. يا أبي مرتي ما لزم، وهي مرباية أحسن ترباية، بس الله يلعن اللي كان السبب واتهمها ظلم. سمعت لك إنه أبو عامر هو ورا القصة، صحيح؟ إيه نعم، وأنا رحت لعندهم على الحارة ومرمغت بسمعتهم التراب. ليش ما قالوا لك شو ساويت فيه؟ قالوا لي بس عليك شغلة صغيرة ما لها فكاهة. قال كنت رحتوا فيها. شبنا مظهر بيك؟ ليش هيك عم تربيني بحجارك؟ إيه علي ما علي كن بدي أوصل لكبيره. خلصنا يا بي، خلصنا، هذا الحكي ما بصير. لك هاي حالة قصب هاي. بدنا نفوت عليها بس برواق بتفكير. مو طوشة جدبان. لا عقيدة نحية مزبور يكا؟ هي حارة القصر ولو؟ يعني فوتي عليها بدك تعدل العشرة قد ما تفوت يكا؟ وهلأ صار لازم تديروا بالكم. على شو بدنا ندير بالنا مصابي؟ قال عم بيعدوا العدة ليفوتوا عليكم فوتي إلى أول ما لآخر. شنو ما لقوها حلوة بحقهم العمل اللي عملتها مع حرمتك وصلت فيها شرف الحارة لتحت الصرامة. تخر؟ هلأ بتطلها. ليش يا أبي ليش؟ ما في ليش ما ليش. نحن ما بيناسبنا واحدة فاتت على الحبس. يا ابن المخلوق الله وكيلك مظلومة مظلومة. ابني الله يرضى عليك. تشنني بطلعها لأنه ما بيناسبنا هيك زوازة وحدة تفوت على الحبس ما بتناسبنا. يا ابي الله وكيلك المخلوقة مظلومة. فخلصنا بقى مظلومة مظلومة بلا مظلومة بلا بطلعها وخلصنا. روي يا ابي روي. بوس ايدك روي. لا بوس ايدي ولا بوس ايدك. عم بحكي غلط مظهر بيك. أعوذ بالله. ابني اساس هاي الزوازه ملح عبابا مو عاجبتني. بعدين ايش كان؟ ايش صالح خالد ابو محمود ترجع اختك؟ ما راح بقى يرجعها. ليش؟ لانه هذا النسب انقلعت وما بيناسبنا. ما هيك مصر بيه؟ قلعت. خلينا ياك. لا حول ولا قوه. ان شاء الله هنا صحتين وعافيه. شو فهمت مني؟ خلصنا ما تناقشني. امرك يا ابي امرك. ايه يلا سكر سكر. تفضل. يعطيك العافية بشير أفندي. أيه أستاذ فهمي، تفضل. زيد فضلك. خير؟ أنا جاي لعندك بخصوص قضية قتل المرحومة زهرية بنت أبو سليم زوجة أبو عامر. أيوة. ليش حضرتك موكل بهالقضية؟ أي نعم سيد بشير. وكالة من أبو عزو للدفاع عن بنته المحبوسة بسجن القلعة. وبشو بقدر اخدمك؟ من بعد امرك بدي اطلع على محضر التحقيق اللي صار لك كامله والهام. انت
تكرم عينك. طلع. من كلامك عن يلي صار شايف الحارة قايمة قاعدة. منشان هيك أنا جيت لعندك عقيد، منشان نعجل بفوتتنا لعند أبو الرجا ورجاله. طيب شو دخل أبو الرجا بالشي اللي صار مبارح بالحارة؟ هو أصل البلا عمي، أصل البلا. ما عم بفهم، فهمني إياها مظبوط. هلا مو أبصخر شادة ظهره بأبو الرجا ورجاله؟ لهيك عم يفوت ويطلع لعنا على الحارة بدون ما يخاف. بهي مظبوط كلامك، بس حكيني بصراحة، انت ليش مستعجل لنفوت فتتنا بأبو الرجا؟ لا والله عقيد، القصة مثل ما قلت لك، يعني أبو الرجا إذا ما بتنكسر شوكته أبو صخر رح يضل يتفرعن علينا. ايوه بس نحنا من عاملين حسابنا لهيك عملي، شنو مثل ما لك شايف لا عقيد من الفرنساوي، ومانا قادرين نثبت بقرنة مشان ندرب العالم مثل الخلق والناس. ايه وشو المعنى عقيد؟ نحن مو نسيانين ولا أبو الرجا، وبس نلاقي الظرف مناسب راح نفوت فوتتنا، بس بدون ما تكون انت معنا. لا بوس ايدك عقيد، انا لازم اكون معكم بهي الفوتة، لازم اقتله لأبو دعاس. ماشي راح تكون معنا يا صياح، اطمع. يا رب يا رب. طلع معك استاذ فهمي. ممكن تكون الهام هي اللي قاتلي عشان تستر على حالها، ولانه خايفه من زهريه انه تفضح السر اللي صار بينها وبين خطيبها صغر. ممكن مشان هيك انا حولتها على السجن. بس بيبقى عندنا سؤال واحد. شو هو السؤال؟ شو عرف زهريه بالشي اللي صار بين الهام وخطيبها صغر؟ بعدين ما بظن انه الهام تقول لحدا من النسوان تفضح حالها. صحيح شو عرفها؟ هذا خيط مهم لازم نمسكه منيح يا أفندي. لحظة، أنا أبو عامر لما جا خبرني بالقصة حكالي إنه عدلية هي اللي قالت إلهام شو حكت زهرية. وشو عرف عدلية؟ شو بعرفني؟ أنت حققت مع عدلية؟ معناتها من بعد أمرك لازم تحقق معها وتسألها منين عرفت، لأنه مفتاح الوصول للحقيقة هو بإيد عدلية، وما ممكن نستبعد إنه تكون هي اللي قتلتها أو إلها يد بالقتل، أو على القليلة بتعرف مين قتلها. والله حكيك مزبوط، لحقق مع عدلية. أنا هدفنا الوصول للمجرم مين ما كان يكون. أكيد أكيد. بتشكرك كتير وبتشكر تعاونك معي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ فهمي. يعطيك ألف عافية. أهلا سلامات. عدلية كيف ما خطرت ولا بالي. أعطيني وفي ولا ألو وفي. نعم سيدي مرني. اسمعني منيح، تأخذ عنصرين وبتروح بتجيب لي عدلية بنت أبو عدلي فورا. ليه سيدي؟ بعدين هلا بعدين. نلع. والله خيط مهم. تفضل تقبل. يسلم. الله يسلمك إلهي. خير؟ شبك ابن عمي؟ شو اللي شاغل لك بالك؟ من وين بده بالي يرتاح؟ ومرت اخي عند ولادينا الحرام يا ماشي، من وين؟ ايه والله يا ابن عمي، انت لازم تلاقي حل ترجع صفية من عندهم، حرام تضل هنيك. معلوم، لازم رجعها. ايه خد رجال الحارة كلياتهم ورجعها من عندهم بالقوة. شلون بدي اقول لرجال الحارة؟
والحارة صايرة فلتانة وما حدا سأل على حدا. شو لك عن ابن عمي؟ بدك تنام على رجعة صفية؟ والله واللي اسمه الله ما راح يهدالي بال لرجعها. أخي أبو هاشم خلاصة منهم بده قوة كبيرة. مظبوط. ولا تنسى إنه أبو الرجع مانو نايم على هروبنا من عنده وعم يعد الأيام لحتى يرجعنا. أنا يلي بعرف كيف بيفكر أبو الرجع وبعرف شو ممكن يساوي وقت حدا بيعصي أمره. بيصير خير يا أختي، بيصير خير. شو بدك من أختي لك وفي؟ مو أنا اللي بدي إياها، رئيس الكراكون هو اللي عاوزها. وشو بده منها رئيس الكراكون؟ أشو بعرفني؟ هلا بس تروح لعند منه اسأله. أخي ما راح أروح لعنده، مو جاي عبالي بعد أختي على الكراكون من أصله. شنو مو ناقصنا فضايح يا أخي؟ مو ناقصنا فضايح. مو على كيفك. مو على كيفك ولك عدلي، هي أوامر رئيس الكراكون بشير أفندي ولازم تتنفذ، وبتروح بتجيب أختك بتاخذها لعند منه براسها. لك يا عيني أنا والله معك بس يا جماعه شو بقولوا فينا عم تفرجوا؟ شو شايفيننا فرجه؟ شو عم تعملوا يا شيخ؟ العمى ناقصنا فضايح نحن؟ العمى فوت اخي وفي فوت فوت خلينا نحكي جوا مو ناقصنا فضايح قدام الناس. بوس ايدك فوت. ما بدي فوت عدلي. انت فوت جيب اختك وتعال معي يلا خلصني. طيب مالك شو بده منا؟ صدقني ما بعرف، لو بعرف كنت قلت لك. انا علي نفذ الاوامر وبس. اخي ايش كان بدك؟ أنا بروح معك بدل أختي لعند بشير أفندي وبشوف شو بده منا. ما بيمشي الحال يا عدلي، ما بيمشي الحال. ولا ضوع لي وقتي، فوت جيب أختك وتعال ولا ضيق لي خلقي. مش حضك على الكراكونة. لا لا روّق، طول بالك طول بالك. يعني خلاص ما في مجال نو؟ لك صدقني ما في مجال، لو في مجال كنت بخدمك أنا، ما بقصر معك. شو رايك عدلي؟ طيب ماشي رح فوت خليها تلبس ملايتها. بس وينها؟ بدي روح معكم. ها طبعا معلوم هذا حقك اخي، حقك. ماشي عن اذنك. لا تتدخل. ماشي. شو بدهم مني بالكراكون اخي؟ والله شو بدهم منك؟ انا اللي بدي اسالك شو عامله؟ شو عامله؟ الله وكيلك ماني مساويه شيء. يعني شو عامله اختك اذا من البيت ما بتطلع؟ لك يا امي معناها ليش بدهم اياها بالكراكون؟ معقول بدهم يسالوها على فكري الهربانه من بيتها اخي؟ والله معقوله. لما اجت امها مقصوفه الرقبه قلنا لا نحن ما بنعرف شيء عنها. يلا ولي يلا قدامي تضربي انت والجيران. ولي على قامتي شو بدهم مني رئيس الكراكون؟ يا عمو انا خايفه كثير ورجلي عم يصفوا اصوف. امي لا تخافي خلاص طالما اخوكي رايح معك لا تخافي. قدامي قدامي يلا نلهي يلا عليك هالشكل. الله لا يوفقك يا فكري. يا ساعه اللي هربتي من بيت جوزك لك الله لا يوفقك. على هلا مصيبه لك يا عمو على هلا مصيبه. بتعرفي تطبخي فكرية؟ ايه لك عم بعرف اطبخ كل شيء. شو هي الاكلات اللي بتعرفي تطبخيها؟ شو بيخطر ببالك؟ حاشي، كباب، كل شيء. يعني في اكله معينه بتيجي على بالك تطبخيها مشان تاكليها؟ الصراحه اي والله في اكله بحبها وبموت عليها، بس كنت كل ما اطبخها اكل قتلي حش كله بك من جوزي الله يرحمه. وشو هي الاكله؟ طباخ روح. شلون شلون؟ مرحوم جوزي ما كان يحبه من بين ايدي ابنه. يو وليش بقى؟ علمي علمك. كمان جوزي كل ما بطبخ له اياها بيقول لي ما بحبها. بس شو رايك اليوم انت تطبخيها؟ بلكي بحبها من تحت ايدك؟ لانه انا كثير بحب هي الاكله وما بسترجي اطبخها، بخاف انه ينقرق مني. ايه بتأمري ست ايام على راسي. لنشوف كيف رح تطلع من تحت ايدك. لا اطمني ان شاء الله رح تعجبك. تفضل. احترامي سيدي. شو في؟ سيدي عدلي واخته عدلية برا. خلي يفوتوا. حاضر. تفضلوا. فوتي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام. انت روح. احترامي. خير بشير افندي؟ ليش طالب اختي بعت وراها؟ هي عود عود. عدي لأشوف. عدي. ما في شيء، بدي اسألك كم سؤال، بدي اياك تجاوبني من دون لف ودوران ومن دون كذب. بعدين بتاخذها وترجع تبيعها على البيت. اي شو عليك؟ شو قدامك سيدي اسألها؟ عدلية؟ أنت حضرتي عرس المرحومة الزهرية بنت أبو سليم؟ جاوبي. لا سيدي ما حضرته،
لا أنا ولا أمي ولا كل إخواتي. ليش بقى؟ هن ما عزمونا سيدي. يعني ما بتهني سيدي عدم مؤاخذة، عم بتقول لك ما حدا عزم من أهلي ولا من الحريم يعني كلهم، بقى ليش أصوات؟ عدلي نقطي بسكوتك، أنا عم بسألها إلها، هي بتجاوب، مفهوم؟ مفهوم سيدي مفهوم. احكي لي لشوف، كيف كانت علاقتك فيها؟ سيدي علاقتي فيها كانت كتير عادية، يعني ما كنت اختلط معها ولا أروح لعندها ولا هي تجي لعندنا. طيب مين اللي قال لزهرية إنه صخر دخل على خطيبته لها قبل ما يحددوا موعد العرس؟ مين؟ سيدي أنا شو بك ولي؟ جاوبي لي بشير أفندي، جاوبي. أنت شو لك بهالحكي؟ قال لي شو لك بهالحكي؟ أخي أنا ما لي بهالحكي وما بعرف شي عن يلي عم بيقوله بشير أفندي. أنت كذابة يا عدلي. أنا سيدي؟ شو عم تقول سيدي؟ مثل ما سمعت، أختك قالت لإلهام إنه زهرية عم تحكي عليها وفاضحتها. مزبوط سيدي، أنا يلي قلت لها لإلهام. والله مزبوط. لك منين؟ لك أنت شو لك بهالحكي؟ ولك بس فهميني، لك أنت شو لك بهالحكي؟ عود وسكوت. موجيك. حاضر سيدي. سكتنا. سكتنا. عدلية لا تخافي، أنا بعرف إن القصة كلها مو مستاهلة وإنه حكي نسوان. مثل ما بتعرفي إلهام كان مكتوب كتاب على صخر، يعني هي مرته شرعا. مزبوط سيدي. أنا مشان هيك حكيت لإلهام إنه القصة كلها مو مستاهلة، يعني حكي نسوان سيدي. أيوه حكي نسوان. بس أنا بدي أعرف قصة واحدة بس. مين اللي خبرك هالقصة؟ لأنه إلهام مستحيل تكون قالت لزهرية. شلون سيدي؟ مين يلي خبرك هاي القصة؟ يلا يلا شرفك يا صخر شرف. يا رب تميت أهلي صحيح تملي والله شرفك شرفك. سووا لنا فريش هاي على السريع. أهلين وسهلين أخي صخر. مو حرام واحد مثل صخر تكون خطيبته واحدة مثل إلهام؟ ليش ما يكون خطيبي إلي؟ لا والله ما رح خليكي تتهني فيي يا إلهام، ورح بتشوفي شلون رح أخده منك. شو؟ ليش ساكتة عدلية؟ شو بدي أقول سيدي؟ تخبريني كيف عرفتي بالقصة؟ قولي على المصيبة، كسبنا الكذبة وطلعت حقيقة. قولي على المصيبة. شو انت ما عم تفهمي ولا ايه؟ ليش عم تحكي معها هيك سيدي؟ خلاص ولا؟ عدلية جاوبي على قد السؤال. الله وكيلك يا سيدي، ما حدا حكى قدامي. أنا حكيت هيك بدون قصد. كيف يعني هيك حكيت بدون قصد؟ فهميني ياهي، ما عم بفهمها. يعني سيدي أنا ما كنت بعرف شو اللي صار بين صخر وإلهام، وكذبت على إلهام وقلت لها إنه المرحومة زهرية كانت عم تحكي عليها. ما صدقتك. سيدي هات المصحف لأحلف لك عليه إنه هذا اللي صار. طيب شو مصلحتك؟ ليش كذبتي يعني؟ ما بعرف سيدي والله بدون قصد. احكي ولي؟ احكي وجاوبي لها بشير أفندي أحسن ما اسف اكف أرلك سنانك. ليش هيك عم تحكي عن مخلوقها؟ ما بتعرفي إنه صخر هو عذر فيه عندي؟ لحظة لحظة. صخر كان الخيار. ايه سيدي ولهلا فيه، وكان دايم دوم يفوت لعندي على البيت وانا فوت لعنده على البيت. ايوه قلت لي. نرجع لك عدلية، شو لك مصلحة تكسبي؟ سيدي انا كنت غار من إلهام. ايوه يعني زهرية ما كانت تعرف شو صار مع إلها وانت كذبتي. ايه سيدي انا كذبت، مستعدة احلف على المصحف على الكلام اللي قلته. لك الله لا يوفقك، لك ان شاء الله بيبنى لسانك بالقص. لك انت شو بدك بالحكي؟ شو بدك بالحكي انت؟ عدلي تركها. تركتها سيدي تركتها.
تركها. ليش فكرك انا زدت كلام على اختك؟ شلون يعني سيدي؟ ما فهمت. يعني عدليه رح تزورنا بالحبس على ذمه التحقيق لحتى تقول الحقيقه. شو تحطها بالحبس ما تحطها بالحبس يا سيدي؟ الله وكيلك بتصير رد على كل انسان، هاد ايدك لموسى شو تحطها بالحبس؟ انا تفهمها. فهمها. وخليها تقول الحقيقه. حاضر سيدي، هفهمها. احكي الحقيقه. احكي الحقيقه. والله يا اخي ما حكيت الا الحقيقه. اصلا انا ما كنت بعرف انه رح يصير هيك، وحكيت هيك بدون قصد. اخي والله انا كذابه. أنا كذابة. سامع سيدي؟ عم تقول إنه كذابة. إيه سيدي. أنا كذابة. كذابة كذابة. سميح! شو سيدي؟ خلاص أنت. يا سيدي بوش. سميح! احترامي سيدي. خد عدلي على الحبس. حركي. مشان الله يا أخي، والله أنا ما سويت شيء غير اللي حكيته. كيف يعني ما سويت شيء؟ هلا أنت متهمة لأني شاركت بجريمة القتل. خدها. حركي. والله ما سويت شيء، أنا ما قدرت أنزلني. والله. عم تروحي من وشي. والله مو شيء. ان شاء الله يا اخي خليك بحالك يا سيدي ان شاء الله هيك بعد اذنك سيدي ممكن بس اعرف مين اللي اتهم اختي ايه ممكن ابو عامر ايوه ايه شو علي؟ بسيطة يا أبو عامر، بسيطة. يلا نقلع من وشي. إيه. حاضر. قلبي وشوقي زاد